مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. نتوقع أن يستمر تأثير الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية نشطة السرعة التي تزيد من الإحساس والشعور بالبرودة. أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تكون أكثر شدة في المناطق الجنوبية والشرقية، وبالتالي نتوقع أن تتشكل السيول جنوب وشرق المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح. نلاحظ أن المملكة ستتأثر يوم غد الاثنين وكذلك الثلاثاء برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة. أما الخرائط التي تمثل الهطول فنلاحظ أن هذا اللون الأخضر يمثل كميات الهطول وأماكن الهطول. أيضا بنلاحظ أنه المناطق الجنوبية والوسطى وبعض المناطق أيضا الشرقية والشمالية الشرقية ستشهد تساقط لزخات متفرقة من المطر بإذن الله، وأيضا بيستمر هذا الهطول حتى يصل أحيانا إلى بعض المناطق الشمالية ظهر يوم الاثنين، ثم بعد ذلك تتحول أكثر يعني أشد الهطولات تتحول إلى المناطق الشرقية، لكن تخف شدة الهطولات في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية أيضا تدريجيا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة نتوقع أن تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، الحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة انخفاض على درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء. يوم الاثنين أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. الاثنين ليلا أيضا أجواء باردة وغائمة وأحيانا ماطر على فترات، الصغرى 6 درجات. الثلاثاء باردة نسبيا غائمة جزئيا، تضعف فرصة هطول الأمطار لكن تبقى موجودة لفترات محدودة وفي أماكن محدودة. العظمى 9 والصغرى 7. يوم الأربعاء أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، أيضا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. العظمى بحدود 10 درجات والأجواء ليلا غائمة وضبابية والصغرى 6 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار في إربد والمفرق. إربد العظمى 16 والصغرى 10، جرش 14 10، المفرق 12 7، وعجلون 12 إلى 8 درجات مئوية. أما المناطق الوسطى أيضا هناك احتمال لبعض الأمطار في مأدبة والبحر الميت، زخات رعدية من المطر. وفي مأدبة العظمى 9 والصغرى 7، البحر الميت 19-15، البلقاء 11-7، وعمان 9 إلى 6، والزرقاء 12 إلى 8 درجات مئوية. أما المناطق الجنوبية، المناطق الجنوبية باردة غائمة ماطرة في معظم مناطق الجنوب. كرك 10-6، الطفيل 12-7، الشراه 8-5، إمعان 10-5، والعقبة 22 إلى 13 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية والشرقية مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه. الأزرق 12-8 والصفاوي 11-7 والرويشد 13-7 درجات مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم ونراكم على خير إن شاء الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع
حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.